ألو، السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. بداية حاب أعتذر إنه من زمان ما نزلت فيديوهات. زي ما أنتم عارفين الفترة يعني الأخيرة من الترم كانت جدا يعني مرة كده دسمة صراحة، سواء كانت من تسليم requirements ولا MPEs وزي كده، فما كان في وقت أبدا للأمانة. وزي ما أنتم شايفين المحاضرة هذه اللي هي المحاضرة الثامنة. يعني انا ما اخر شيء نزلته كان المحاضره الثالثه، وسحبت المحاضرات كلها للمحاضره الثامنه. ليش؟ لانه الفاينل بعد اسبوع، وصراحه ما في وقت اني اقدر الحق اسوي المحاضرات كلها. فسالت يعني تناقشت مع تيم السيرجري، واتفقنا انه احاول اسوي فيديوهات لاصعب المحاضرات الموجوده. فحاليا على ما يبدو انه اصعب محاضره في المحاضرات اللي ما سويت لها فيديوز لين دحين هي هذه المحاضره اللي هي الكليفت باليت. طبعا حسوي المحاضرة هذه ان شاء الله دحين واخلصها، واذا كان في وقت اني اسوي محاضرات تانية حابدأ بالاصعب، زي كذا يعني احاول اخلص الصعبة بحيث انه السهلة ما يحتاج فيديو لها، فيصير الواحد يقدر يذاكرها بدون اي مشاكل. طبعا الكليفت باليت للاسف صراحة ما حضرتها، انا كان عندي ظرف يومها، لكن على ما سمعت من الشباب انها اصعب محاضرة، لكن للامانة بعد ما مريت عليها مرة ما فيها داك، بالعكس يعني اذا الواحد حاول يلخصها يقدر يلخصها في A4 ورقة واحدة، او ممكن ورقة وجهه ونص القفا وخلاص. المحاضرة جدا بسيطة، في الاخير هي كلها تتمحور حول معلومات قليلة ما هي كثيرة. فنبدأ بسم الله. وطيب شيء ثاني، لانه ما في وقت طبعا، ما حقدر اني اشرح المحاضرة يعني هحاول قدر الامكان اني اشرح كل شيء بافضل طريقة ممكنة، لكن على ما يبدو انه we must cut corners at some places، لانه الوقت ما سمح اني اجهز للشرح، وبخلص الشرح بسرعة. يعني انا اوريدي اخذ دقيقتين دحين في المقدمة الحالة. طيب فنبدأ بسم الله السريع. ححاول امشي على تحديد السب ليدرز، لانه من اللي سمعته في كل المحاضرات اللي حضرتها مع الدكتور انه دائما دائما يقول اي شيء انا اركز عليه هو اللي حيجي في الاختبار. هذا كلامه، هذا I'm quoting him right now، هذا كلامه هو. ف السب ليدرز ما قصروا، حددوا الاشياء المهمه، فانا هحاول اركز على الاشياء المهمه، والاشياء اللي ما هي مركز عليها يعني نحاول نقراها مع بعض، واذا فيها شرح احاول اشرحه، واذا انا ماني فاهمه يصير حسب عليه يعني من الاخير. فبسم الله كليفت باليت، نبدا بسم الله. قالك شراوت لاينز اللي يبغاهم. introduction كليفت باليت congenital. ايش هو الكليفت باليت؟ عندنا نحن نيزل كافيتي، هذا من كده من الاخير الزبد، عندنا نيزل كافيتي وعندنا اورال كافيتي، المفروض انهم مفصولين عن بعض، لكن في حاله الكليفت باليت بيكونوا مفتوحين على بعض. فكليفت باليت هنا بيقول لكم انه الكليفت باليت may be present alone، بيكون اسمه كليفت باليت اذا كان في الكليفت باليت لحاله، لكن ممكن كمان انه يمتد للب ويصير اسمه كليفت لب اند باليت. والكليفت لب اند باليت هو اكثر او ذا موست كومن congenital anomaly في الهيد نيك ريجن، هذه اكثر عيب خلقي منتشر في منطقه الراس والعنق، وبتسبب مشاكل كثيره للبيشنت زي ما حنشوفها بالتفصيل ان شاء الله. نيجي في الاناتومي، عندنا الاناتومي البالت ينقسم لقسمين، هارد بالت وسوفت بالت. الهارد بالت عبارة عن عدة عظام، أهم عظمتين فيهم البري ماكزيلا والبالتاين بروسيسز اوف ماكزيلا. نحن الفيس كم بروسيس تكونه؟ 5 بروسيسز مكتوبين في مكان ما هنا، 2 ماكزيلاري بروسيسز و 2 مانديبولار بروسيسز و فرونتو نيزل بروسيس. من ال 2 بروسيسز في عندنا البالتاين بروسيسز اوف ماكزيلا، هذول موجودين هنا بيكونوا عندنا الهارد بالت. ايش هو البري ماكزيلا؟ هنشوف البري ماكزيلا هي اول بارت يكون من الماكزيلا، وبقيه الهارد بالت عباره عن اللي هو ايش، البالتاين بروسيسز اوف ماكزيلا. معلش حاسس اني ضيعتكم بالنقطه اللي بعد شويه، كاني استعجلت فيها، بس مو مشكله. طيب الهارد بالت ايش الاكشن حقه؟ الاكشن حقه عباره عن حاجز ما بين زي ما قلنا النيزل كافيتي والاورال كافيتي. البلد سبلاي والنيرف سبلاي صراحه ما اظن انهم مهمين، ما اظن انه حيجي عليهم اي سؤال، لكن عشان نعرفهم، البلد سبلاي عندنا تو مين نيرفز، جريتر بالاتاين ارتري وبوستيرير سبتال نيزل ارتري. بالنسبه للنيرف سبلاي جريتر بالاتاين نيرف ونيزل بالاتاين نيرف. هنا جريتر لما نروح على السوفت بالات حنشوف انه البلد سبلاي والنيرف سبلاي حقون السوفت بالات عباره عن ليسر بالاتاين وليسر بالاتاين. اللهم في عندنا واحدة حاجة اكسترا في البلد سبلاي اللي هي الاسندنج بالاتاين ارتري، فاظن مرة سهل الواحد يميز بين البلد سبلاي والنرف سبلاي حق الهارد بالت والسوفت بالت. نيجي على السوفت بالت، عبارة عن فايبرو ماسكولار شيلف، في له فايبرز وفي له مسلز. ايش هي المسلز هذه؟ هذه المسلز 5 مسلز، تنسور بالاتاي، ليفيتور بالاتاي، باراتوجلوسس، باراتو فرنجيس، واللي هو اليوفيلا اللي موجودة، اليوفيلا هذه اليوفيلا.
هذه المسلز اللي بتكونه، ايش الاكشن حقه؟ الاكشن حقه انه المسلز هذه لما يصير فيها تنشن بترفع السوفت بالت على فوق، فبيساعد في عمليه النطق وبيساعد في عمليه الكلام والتنفس وزي كذا. اورد قلنا السبلايز حقته. نروح على الامبريولوجي. الامبريولوجي بتقسم عندنا البالت لقسمين، برايمري بالت والسكندري بالت. ايش هو البرايمري بالت؟ اذا شفنا كده الهارت بالت، في عندنا مثلث كده صغير قدام anterior to the incisive foramen. ايش بيحتوي هذا الجزء؟ بيحتوي على حاجتين، الالفيولس والفور انسايزر تيث. ايش هو الالفيولس؟ هو الالفيولر ريدج. الالفيولر ريدج اللي بيحمل الاسنان يسموه الالفيولس. فالبرايمري بالت هو المثلث ده الصغير اللي قدام اللي يكون anterior to the incisive foramen وبيحتوي على الالفيولس وفور انسايزر تيث. السكندري بالت هو بقيه البالت كله من الانسايسيف فورمن وتحت كل حاجه تانية حتى مع السوفت بالت كمان. نروح اول شيء على البرايمري بالت فورميشن. لازم اول شيء عشان نشرح لكم هي كده، يعني البالت بتكونه ثلاثه بروسيسز، في ثلاثه اشياء رئيسيه بتكون عندنا البالت. في الحاجه البرتقاليه والحاجه الصفراء. الحاجه الصفراء هذه اسمها فرونتو نيزل بروسيس، هذه فرونتو نيزل بروسيس كده، فرونتو نيزل بروسيس هذه هنا يجي مكانها. والحاجتين البرتقاليتين طبعا هما واحدة يمين واحدة يسار ومفصولين في بينهم في بالنص فاصل، يعني يلتحموا مع بعض. هادي الرايت وهادي الليفت ماكسيلاري بروسيسز. فباختصار البلت اللي يكونوا تو ماكسيلاري بروسيسز، رايت اند ليفت وفرونتو نيزل، هذه الاشياء كلها تلتحم اثناء تكون الجنين. طيب اذا حصلت مشكلة لا سمح الله وما التحموا، ايش اللي بيصير عندنا؟ بيصير عندنا الكليفت بلت والكليفت ليب، وحنشوف بالتفصيل كيف بيصير كل واحدة فيهم. فنطالع اول شيء في الكليفت برايمري بالت، فيلير اوف فيوجن اوف فرونتو نيزل اند ماكسيلاري بروسيسز. هذا الفرونتو نيزل وهذا الماكسيلاري او هذا الماكسيلاري، اذا هذه المنطقه ما التحمت او اذا هذه المنطقه ما التحمت، ايش اللي بيتكون عندنا؟ بيتكون عندنا كليفت برايمري بالت. كليفت برايمري بالت. طيب متى بيتكون الشيء هذا؟ متى بيصير؟ من الاسبوع الرابع للاسبوع السابع، فورمز ديورينج 4th تو 7th ويك. في الاسبوع الرابع للاسبوع السابع في تكون الجنين بيلتحموا مع بعض، اذا حصل عيب في ديك الفتره حيتكون عندنا الكليفت برايمري بالت. نروح على اللي بعده، سكندري بالت. نحن قلنا الكليفت برايمري بالت بيكون عيب خلقي انه المنطقه هذه ما بتتلحم. طيب السكندري بيصير في المنطقه هذه، اذا هذول الاثنين ما التحموا مع بعض بيتكون عندنا الايش؟ السكندري بالت او الكليفت سكندري بالت. midline union of palatal shelves of bone of maxilla، زي ما شايفين المنطقة هذه ما بتلتحم. طيب الشرح هذا كله عشان أسهله عليكم حنستخدم الرسام ونقول إن شاء الله يعني نكون موفقين في الشرح. طيب نحن عندنا ثلاثة أشياء لازم نركز عليها. فين الماوس؟ أيوة أوكي كويس. عندنا two maxillary processes وعندنا tongue. ممتاز. طيب او نرسم التنج مظبوط. ففي بدايه الفورميشن حقه الفيتس بتكون كده شكل البروسيسز مع التنج، عندنا تو ماكسيلاري بروسيسز فيرتيكال ويكون في التنج. وذ تايم التنج يبدا ينزل انفيريرلي، والبلات البروسيسز تبدا تقلب من فيرتيكال تو هوريزونتال زي كده، بعدين زي كده سوري ستنج، بعدين تصير زي كده. طبعا هذه المنطقه هي اللي تلتحم بعدين. فمع الوقت لما نوصل للاسبوع السادس للاسبوع 12 المنطقه هاي تلتحم ويتكون عندنا ليش؟ الهارد بالت. فاذا حصل عيب في ديك الفتره حيصير عندنا الكليفت بالت، حيتكون عندنا اللي هو السكندري كليفت بالت. طيب هنا بيقول لنا كليفت سكندري بالت از دو تو فيلير اوف ميد لاين فيوجن اوف ذا تو لاترال ماكسيلاري بروسيسز زي ما قلنا. ماكروغلوسيا مايكروغانثيا وميكوز اناتوميكال باريرز فور ذس فيوجن. يعني مثلا احنا قلنا انه التنج مع الوقت بينزل. طيب ايش اذا كان عندنا مثلا ماكروغلوسيا انلارج تنج؟ حيصير عندنا كده البروسيسز والتنج لانه انلارج حيصير يعني مقفل المنطقه هنا، يعني فما حي ما حيكون في فيوجن، فبرضه حيتكون عندنا كليفت سكندري بالت. هذا هو باختصار. ايتيولوجي الكوز not well understood. الكليفت بالت والكليفت ليب عباره عن ايديوباثيك ديزيز او ايديوباثيك كيز، ما حد يعرف الريزن بيهايند ات. فعشان كده باختصار اذا نبغى نتكلم عن الايتيولوجي حنقسم لقسمين، جينيتك انفايرمنتال. الجينيتك حيكون يا متعلق بسندروم او غير متعلق بسندروم، والانفايرمنتال حنشوفه دحين. نيجي على الجينيتك اول شيء، عندنا سندروميك كليفت بالت. كليفت بالت يكون جزء من سندروم، هذه كلها امثله على السندرومز اللي يجي معاها الكليفت بالت، وزي ما مكتوب هنا اكثر من 300 سندروم، موست لايكلي ما حيجينا عليها اسئله بس من باب الاحتياط
بيير روبن سيندروم، ايبرت سيندروم، ستيكلر سيندروم، ان تريتشر سيندروم. هذه اربع سيندرومز مره مشهوره وكلها بيجي معها كليف باليت. بيقولوا هنا انه الكروموزوم الاوريجين ابنورماليتي از يوجوالي بريزنت اورجين كروموزوم. المهم انه في عندنا الترايزومي 13 18 21، هذه هي عاده اللي بيكون فيها الخلل اللي بيؤدي للسيندروم كليفت باليت. في عندنا النوع الثاني من الجينيتك اللي هو النون سيندروم كليفت باليت. كليفت باليت از نوت بارت اوف ا سيندروم، يكون كده يجي لحاله، والسبب يكون ملتي فاكتوريال زي ما حنشوف، في كثير فاكتورز ممكن تؤدي للكليفت باليت. هذا جدول بين باختصار انه الفاميليال تندنسي اوف كليفت باليت فورميشن. ما هو مره مهم بس يفيد انه الواحد ممكن يطلع منه كم استنتاج. نجي للانفايرمنتال كوزيتيفز. ديورينج بريجننسي سم اكسترنال فاكتورز ار اسوشييتد وذ انكريزد انسيدنسز اوف كليفت باليت. الحرمه دحين وهي تكون حامل بالفيتوس during the formation of fetus اذا البريجننت وومن تعرضت لبعض الفاكتورز اكسترنال انفايرمنتال فاكتورز، ممكن الفاكتورز هذه تؤدي للكليفت باليت. دقيقه بس. اوكي كويس. عندنا هنا اربع امثله اساسيه. المثال الاول infections in the first trimester with rubella virus. اذا الومن جالها روبيلا فيروس في during the first trimester، في احتمال انه الجنين يجي له كليفت باليت. ثاني شيء الدرجز، الومن اللي يكونوا الكوهوليك يستهلكوا الكوكايين، فينايتوين، ثاليدوميد، هذه كلها اشياء ممكن تؤدي لا سمح الله لكليفت باليت. ميكانيكال ديلايد نيك اكستنشن ان يوترس، الومن اللي يكون عندهم عيب خلقي في اليوترس ممكن ما يتكون الجنين بشكل طبيعي، فبالتالي يصير عندنا ديلايد نيك اكستنشن ويتكون عندنا معلش ما ادري ايش بالصوت قطع. وصلنا للميكانيكال. فقلنا انه حصير هذا عنده ديلايد نيك اكستنشن، وبالتالي هذا ممكن يؤدي الى انه الجنين يجي له كليفت باليت. واخر شيء ماتيرنال ايج، بيقول لك هنا انه المرأة الحامل كل ما زاد عمرها كل ما زادت فرصة الإصابة بالكليفت باليت بالجنين. يعني اظن حتى الشيء ده متعارف بين النسوان، انه اللي تحمل في عمر متاخر ممكن يجي لها للنون حقها كليفت باليت وكليفت ليب والاشياء هذه لا سمح الله، وهذه النسب حقت الاصابه بكل واحد فيهم. نيجي للابيديميولوجي، الانتشار حق الكليفت ليب والكليفت باليت بين الناس. اول شيء لازم نعرف انه كليفت باليت الاوفر اول انسيدنس حاله واحده من بين كل 600,000 شخص. الديستريبيوشن حقها بيجي لو كان عندنا 100 واحد، 30 واحد حجينهم كليفت ليب وبس، 20 واحد حجينهم كليفت 30% حجينهم كليفت باليت، 20% حجينهم كليفت ليب، و 50% كليفت ليب اند باليت. في الكليفت ليب اند باليت هو باليت هو اكثر شيء منتشر، يليه الكليفت باليت يليه الكليفت ليب. لازم نعرف النسب. طيب هل اللي يجيهم الاشياء هذه هل بتجيهم باي لاترال يوني لاترال رايت يوني لاترال ليفت؟ اليوني لاترال اكثر من الباي لاترال، واللي يجيهم في الليفت سايد اكثر من اللي يجيهم في الرايت سايد. يعني لو نشوف زي كده 6-3-1، يعني لو عندنا 100 واحد 60 واحد حيجي عندهم يونيلاترال ليفت سايد، 30 واحد يونيلاترال رايت سايد، و10 بس اللي حيجيهم بايلاترال. الريس بالنسبه للايزوليتد كليفت باليت اللي عندهم كليفت باليت وبس، الريس ما تفرق، كل الريسز عندهم نفس الانسيدنس. لكن الكليفت ليب اور كليفت ليب اند باليت، الامريكانز اكثر من الاورينتال اند كوكيزنز اكثر من البلاكس. فالامريكانز هم اكثر ناس عرضه للاصابه بالكليفت ليب والكليفت ليب اند باليت. السكشوال بريدومينانس عندنا الايزوليتد كليفت باليت بس مور كومن ان فيميلز. واي؟ لانه السكندري باليت كلوزز 1 ويك ليتر ان فيميلز، هذا هو السبب. الفيميلز دبل الريش حق الميلز. اما الكليفت ليب اور كليفت ليب ان باليت مور كومن ان ميلز، نفس النسبه، ضعف ال يعني الميل انسيدنس از دبل ذا فيميل انسيدنس. كلاسيفيكيشن اوف كليفت باليت، عندنا تو كلاسيفيكيشنز، عندنا فيو كلاسيفيكيشن وكنهان كلاسيفيكيشن اللي هو الكنهان اللي هو امبريولوجيكال. هذا عبارة عن 4 classes وهذا 6 classes، لازم نفرق بينها. فالفيو classification اللي هو الاناتوميكال، عندنا class 1 isolated cleft soft palate يكون جاي على soft palate وبس، class 2
سيفت باليت عندي هارد باليت كلاس 3 يونيلاترال كليفت ليب اند باليت، وكلاس 4 باي لاترال كليفت ليب اند باليت. يعني يا حيكون متاثر السوفت باليت بس، يا السوفت باليت والهارد باليت، يا الباليت والليب يونيلاترال، يا الباليت والليب باي لاترال. هذا بالنسبه للفيو كلاسيفيكيشن. بالنسبه للكنهان كلاسيفيكيشن، ست صح انه 6 كلاسز لكن سهل الواحد يحفظه لانه زي كده: incomplete cleft primary, complete cleft primary, incomplete cleft secondary, complete cleft secondary، والخامس يكون complete unilateral، والسادس complete bilateral. جدا سهلة. مرة تانية: incomplete cleft primary palate, complete cleft primary palate, incomplete cleft secondary, complete cleft secondary, complete اللي هو الكلاس الخامس complete unilateral cleft primary and secondary palates، والسادس complete bilateral cleft primary and secondary palates. يعني هو يا incomplete يا complete، عاد الواحد يتذكر بطريقته. هنا عندنا بعض الصور اللي تبين ال classifications في ال incomplete وال complete. طيب نجي على rare variants of cleft palate. عندنا two variations of cleft palates عبارة عن rare لكن نعرفهم باب الاحتياط. ففي عندنا sub mucous cleft وال midline diathesis. السب mucous cleft باختصار شديد انه ال maxillary process نفسها ما يصير فيها fusion، طيب الـ rare variants of cleft palate. معليش على التقطيع اللي صار. rare variants of cleft palate عندنا sub mucous cleft وال midline diathesis. ايش الفرق بينهم؟ السب mucous cleft باختصار شديد المكزيلري processes نفسها، البون نفسه ما بيصير بينه fusion لكن بيصير fusion في اللي هو soft tissue. فالsoft tissue مسوي barrier لكنه مو كفاية لانه البون نفسه ما في له اي fusion. هذا السب mucus. اما midline diathesis يكونوا يا يكون notched hard palate، يعني الهارد palate موجود لكن فيه له notch جدا واضح على طول الهارد palate، يا يكون عندنا بيفيد يوفيلا. كيف بيفيد يوفيلا؟ انه تجي اليوفيلا مكسومة نصين زي كده. هذول هم الرير فاريشنز اوف سوفت كليفت باليت. ريليشن اوف كليفت باليت تو كليفت ليب. باختصار شديد بيقول لكم انه لا سوري، هو ريليشن اوف كليفت ليب تو كليفت الفيولس المفروض وليس كليفت باليت. العنونه هنا غلط. باختصار شديد اللي بيقوله هنا انه كل كليفت الفيولس تيجي معاها كليفت ليب، ولكن ليس كل كليفت ليب تيجي معاها كليفت الفيولس. فهذا هو باختصار شديد ايوه. كليفت الفيلس از اولويز اسوشييتد وذ كليفت ليب، لكن مو شرط انه كليفت ليب تكون نيسيسيرلي اسوشييتد وذ كليفت الفيلس. ليش؟ لانه الكليفت باليت ريزلتس فروم ديفيشنسي اوف تيشو، والكليفت ليب ريزلتس فروم فيلير اوف ابيثيليال بريدجينج. بيقول لك لانه الكليفت باليت
بيكون مرتبط بالعظام، لكن الكليفت ليب بيكون مرتبط بليش؟ بالإبيثيليال بريدجينج سوفت تيشو. فالفرق بينهم بيخلي انه الكليفت الفيلس دائما معاه، لانه دائما اذا العظم فيه له مشكله السوفت تيشو حيكون فيه له مشكله، لكن العكس ما هو شرط. ريليشن شيب ريليشن اوف كليفت بالات تو نيزل كافيتي. كيف نعرف اذا الكليفت اللي عندنا كومبليت ولا انكومبليت؟ في عندنا النيزل سيبتم، فاذا زي ما انتم شايفين هذا النيزل سيبتم، هذا هو يعني واضح جدا، هذا هو النيزل سيبتم. فاذا كان النيزل سيبتم نفسه مفصول هذا كومبليت، لكن اذا كان غير مفصول حيكون انكومبليت. فنشوف زي كده كومبليت كليفت ذا كليفتد هارد بالات از كومبليتلي سيبريتد فروم نيزل سيبتم اند فومر، مفصول تماما عن البروسيسز. فمعناه باختصار يعني بمعنى تاني انه النيزل كافيتي مفتوح كليا على الاورال كافيتي، ما في بينهم اي حاجز. هذا بالنسبه للكومبليت. لكن الانكومبليت انه صح انهم مفتوحين على بعض لكن الى حد معين ليس بالكامل. از كليفت بالات ا بيور سيرجيكال بروبلم؟ هل الكليفت بالات عباره عن مشكله نحلها بالسيرجري وبس؟ يس اور نو؟ الجواب طبعا نو. لحظه انا صغرت. اوكي الجواب طبعا نو. ليش؟ عشان عندنا مشاكل مره كثيره، مو يعني غير المشكله الجراحيه هذه نفسها عندنا مشاكل كثيره. زي ايش؟ مشاكل جماليه، كوزمتيك، سايكولوجيكال، نفسيه، فيدنج في التطعيم يعني الترضيع وزي كده، هيرينج في السمع، اير واي في التنفس، سبيتش الكلام، دينتال بروبلمز في الاسنان، فيشل جروث نمو الوجه. كيف حنمسكهم؟ حنمسكهم واحده واحده. شوف اول شيء الفيدنج بروبلم، لانه طبعا هذا يعني مثلا دو تو ديفيكلت سكينج اور سكلينج دو تو لوس اوف اورال سيل اون ذا نيبل. زي ما انتم شايفين هنا الكليفت ليب ما هي مخلي النونو يعرف ابدا يعني كيف يرضع، ف ات از فيري هارد انه نسوي له فيدنج، يعني مره صعب انه الواحد يطعمه. فنيزل فغير كده يعني مو بس الكلام هذا، انه ال نفس الحليب ممكن يدخل النيزل كافيتي وزي كده يسوي مشاكل كثيره. يعني مثلا بيقول هنا هنا يا يكون difficulty of sucking يا نيزل regurgitation of milk، لانه الحليب كل ما جاء على النيزل كافيتي بيصير irritation وما نعرف ايه بيرجع مره ثانيه، فمره صعب عمليه الاطعام او انه عمليه اللي هو التغذية جدا صعبة. فايش الحل؟ عندنا ثلاثة حلول. اول حل feeding the baby in semi upright position. ثاني حل establish feeding a feeding كيف؟ عن طريق ايش؟ انه نستخدم اللي هو الرضاعات هذه تكون يعني بشكلها مخصوص للمرضى اللي عندهم cleft lip and cleft palate، بحيث انه الطفل يعني يكون تكون العملية سهلة انه يقدر يرضع. والحل الثالث nutrition by pediatrician. ايش المقصود بشيء هذا؟ ماني متاكد تماما، لكن نحفظها زي ما هي نيوتريشن باي بيدرياتريشن. معليش تعبان انا دايخ، ف ان شاء الله ما ياثر الشيء ده على الشرح. خلصنا من الفيدنج بروبلمز، نروح للسايكولوجيكال بروبلم. سايكولوجيكال بروبلم في عندنا عنصرين اساسيين متضررين نفسيا، العنصر الاول اللي هو الوالدين والعنصر الثاني اللي هو المريض نفسه. فالوالدين اكيد حيكونوا خايفين على مستقبل ولدهم، ايش اللي حيصير، كيف حيتعامل معاه زي كده. والمريض نفسه حيكون يعني في سنينه الدراسيه الاولى، لانه يعني حيكون شكله مشوه خلقيا، هو في الاخير عيب خلقي، فاكيد حيسبب له الشيء هذا يعني تعب نفسي. فايش الحلول؟ مانجمنت، المانجمنت كيف نتعامل مع الحاله هذه سايكولوجيكلي. الحل الاول انه نسوي عمليه السيرجيكال ريبير، عمليه الاصلاح اللي هو عمليه الاصلاح تكون قبل ما يدخل الطفل المدرسه. هذا بالنسبه للسيرجيكال ريبير. وفي عندنا بعدين اللي هو السايكولوجيكال هيلب، سواء كان كونسلنج كير تريتمنت اف نيدد، نحاول نهيئ الطفل نفسيا اللي هو فيه. يعني نروح للدنتال بروبلمز. دنتال بروبلمز اول شيء في عندنا اربع مشاكل تكون اسوشيتد او كومون مع الكليفت. زي ايش؟ سوبر نومراري تيث، ديستروفيك تيث، ميسنج تيث، مالوكلوجن. طبعا دكاتره الاسنان احنا عارفين الشيء هذا ايش يعني. تريتمنت كيف نعالج الشيء هذا؟ عندنا حالتين، حلين، يا انه نحط للطفل اشياء تحل المشكله مؤقتا الين ما نسوي العمليه، زي الابلاينسز هذه يعني كأنها اللي هو نحن الريموفابل دنشر، يعني بيقفل المنطقة فبيساعد بيحل المشكلة. هذا حل. الحل الثاني عن طريق الأورثودونتيك تريتمنت، تحط لهم مش اسمه أورثو اللي هو تقويم، بحيث انه تتعدل المشكلة. طبعا هذا بعدين مو هم أطفال.
بعدها عندنا الهيرينج اير اند اير بروبلمز، شرحها سريع ويعني بشكل عام، بشكل عام عشان ما ندخل في تفاصيل جدا كثيره. اللي لازم نعرفه انه استيكين تيوب ديسفانكشن هي هذه المشكله الاساسيه. ايش بتسوي لنا؟ بتسوي لنا اربع مشاكل او ثلاثه مشاكل. ايش هي الثلاثه مشاكل؟ اول مشكله congestion and هو ايش اللي بيصير؟ بيصير recurrent otitis media بسبب الكليفت بالت. طيب ايش نحاول نشرح شويه. في عندنا muscles، نرجع مره ثانيه للرسام، نفترض انه هذه هي الايرز. طيب نفترض انه هذه هي الايرز وهذا هو الهارت بالت. في muscles ماسكه زي كده، muscles كثيره. طيب الناس اللي عندهم كليفت بالت هذه الايرز، لكن الكليفت بالت طبعا مفصولين، فهذه العضلات. فزي ما انتم شايفين العضلات هنا يعني هي اوريدي مره قريبه، ما تقدر تسوي اي شد، فكانه الفانكشن حقها سيفيرلي كومبرومايزد، يعني الفانكشن حقتها جدا 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 منقوصه. فبالتالي ايش اللي بيصير؟ اللي عنده المشاكل حقت العضلات هذه بتسوي لنا عده مشاكل. اول مشكله congestion and serous effusion، دائما في افرازات بتصير في الاذن. تاني مشكلة recurrent otitis media، دائما عندهم otitis media، التهابات دائما otitis media، تروح وترجع تروح وترجع. تالت مشكلة conductive hearing loss، مع الوقت مع الوقت مع الوقت حيبدأوا يفقدوا السمع. فكيف نعالج المشاكل هذه؟ اول مشكلة انه feeding the baby in semi upright position، هذا عشان ايش؟ نتعامل مع reflex. تاني شيء tube، ايش فائدة التيوب؟ من عارف ايش؟ meringotomy for secretory otitis media، هذا عشان نتعامل مع الافرازات، يحط انبوب يقوم يسحب الافرازات كلها زي هذا الانبوب زي ما انتم شايفينه. وثالث حل انه نتعامل مع الكوندكتيف هيرنج لوس، نعطيهم هيرنج ايدز زي السماعات حقت اللي سمعهم ضعيف زي كده. ايرواي بروبلمز، upper airway obstruction is common in cleft palate، دائما اللي عندهم cleft palate عندهم مشاكل في التنفس. ايش السبب؟ سببين رئيسيين. ايش هما؟ اول شيء posterior positioning of the tongue، التنج بيرجع لورا، فاذا كان الفارنكس يعني مره مفتوح يقوم التنج ممكن يرجع للفارنكس فيسوي لنا upper airway obstruction. بيرجع التنج على جهه النيزوفارنكس بيسوي لنا upper airway obstruction، هذا اول سيناريو. ثاني سيناريو انه الولد بيدف يعني بيدخل اللسان في الكليفت بالت، في الفتحه اللي موجوده في البالت، بيدخل اللسان جوا فبيسد الانف بيسكلي، فبيصير عندنا النيزل obstruction. فالobstructions عندنا نوعين، يا upper airway obstruction يكون مرتبط بالنيزوفارينج، يا نيزل obstruction يكون مرتبط بايش؟ بالنيزل كافيتي مباشره. المانجمنت، كيف المانجمنت؟ nursing the baby in a prone position. ايش هي البرون بوزيشن؟ اللي هي باختصار هذه هي البرون بوزيشن، ينيم الطفل على بطنه فبالتالي ما يقدر يرجع لسانه ولا يطلعه فوق. والحل الثاني in severe cases يسووا له lip tongue adhesion or tracheostomy. تراكيستومي هي باختصار شديد لما يفتحوا انبوب في الرقبه زي كده، على اساس لانه في السيفير كيسز ممكن لا سمح الله المشكله تؤدي الى الوفاه، لانه بيصير الاير واي اوبستراكشن بشكل جدا سيفير، الواحد ما يقدر يتنفس خلاص، فبالتالي يتعاملوا مع المشكله بالشكل ده. نروح على السبيتش بروبلمز. طبعا السبيتش بروبلمز يعني بديهيا جدا اي واحد عنده المشكله هذه بديهيا باللوجيك حيكون عنده مشاكل في الكلام. فهي عباره عن مشكلتين اساسيتين. ايش هي المشكلتين؟ اول شيء لازم نعرف انه 30% من الكليفت بالت بيشنتس عندهم مشاكل في الكلام. طيب هي تجي على شكل على صورتين. الصوره الاولى هايبر نيزاليتي، باختصار شديد الشخص وهو بيتكلم في هواء بيطلع مع الحروف كلها، فبالتالي بيصير عندنا نيزل تون اوف سبيتش، يسموا المشكله هذه نيزل تون اوف سبيتش، انه الكلام حقه كله بيطلع معاه هواء، ما حيكون اي شيء من كلامه واضح. هذه المشكله الاولى. المشكله الثانيه ديفيكولتي ارتكيوليشن، الحروف اللي اعتمادها اعتماد كلي على المناطق اللي فيها كليفت، يعني مثلا لو كان كليفت ليب ما حيقدر يقول الحروف اللي تعتمد على الليب، يعني مثلا حرف البي بي بي بي، البي عشان يطلع لازم الليبس تكون مقفولة على بعض، فإذا فيها فتحة مستحيل يقفلها على بعض، فما عمره حيقدر يقول حرف البي مزبوط. نفس الشيء إذا كان عنده الألفيولس مثلا كليفت ألفيولس ما حيقدر يقول س سي وإس. إذا كان البالت نفسه مفتوح ما حيقدر يقول كي والتي والحروف هذه وزي كده. فكيف نتعالج مع نعالج المشكله هذه حقت الكلام؟ عن طريق انه تايمينج اوف سيرجري بيفور سبيكينج، نحاول نحل المشكله قبل ما الطفل يبدا يتكلم عشان ما تنشا المشكله هذه من الاساس. ف
فهذا بيسووه عن طريق فيلو فارينجيو بلاستي اللي هو الاير لير كونستر، بيسوي تعديل في ال في ال السوفت باليت من بدري. يعني باختصار شديد هذه هي الفائده، يعني هذا هو المغزى حق الباراجراف ده، انه بيحاول يسوي عمليه ترميم للسوفت باليت من بدري. وثالث شيء speech and language therapy by speech pathologist، إذا لا سمح الله فعلا تكونت المشكلة حقت الكلام ممكن نجيب اللي هم حقون العلاج الطبيعي يقوموا يعالجوا المشكلة حقت الكلام يعني. طبعا so عشان كده نحن في البداية قلنا إنه هذا ما هو عبارة عن surgical problem، لأنه نحن نحتاج multidisciplinary team عشان نقدر نسوي مانج للمشاكل هذه كلها. pediatrician, ENT surgeon, orthodontics, speech therapist, psychologist, oral maxillofacial surgeon، هذول كلهم لازم يكونوا موجودين عشان يحلوا المشاكل كلها واحدة واحدة. time of repair, general agreement، معلش، وقت العلاج، في اتفاق عام على انه الكليفت بلت يتعالج جراحيا قبل عمر السنة. ليش؟ عشان المشاكل اللي دوم انا قلناها، سواء كانت الفيدينج او السبيتش وزي كده. مانجمنت بلان، عندنا 3 تايبس اوف مانجمنت نقدر نمشي عليها. اول تايب اللي هو تريتمنت اوف كليفت باليت اسوشيتد بروبلمز، نتعامل مع المشاكل اللي هي الجانبيه سواء كانت زي السبيتش، هيرينج، فيدينج وزي كده. ثاني شيء بري سيرجيكال ابلاينسز، هنشوفها دحين بالتفصيل. ثالث شيء السيرجيكال ريبير اوف كليفت باليت. فنشوف البري سيرجيكال ابلاينسز، باليتال بليتس اور اوبتوريترز. باختصار شديد نحن قلنا انه المشكله الرئيسيه من الكليفت باليت انه بيصير ما في سيبريشن بين الاورال كافيتي والنيزل كافيتي، فنحن نبغى نرجع البارير اللي موجود بينهم، لازم نخلي الاورال كافيتي الحال والنيزل كافيتي الحال. فبنسوي الشيء هذا عن طريق انه نستخدم بري سيرجيكال ابلاينسز. في هنا مثالين، المثال الاول اللي هو النيزل الفيلر مولدينج او اللي هو الجريسون نام، وهذا شكله زي كده، في هنا صوره لي بس ما هو مره واضح. والنوع الثاني اللي هو الليثم ابلاينس اللي هو ده زي كده شكله. فهذا كل الحل اللي يعني الهدف منه في الاخير انها ترجع البارير اللي موجود بين النيزل كافيتي والاورال كافيتي. بعدين نجي على السيرجيكال ريبير اوف كليفت. السيرجيكال ريبير الايم از تو سيبريت ذا اورال كافيتي فروم ذا نيزل كافيتي، هذا هو الايم في كل التريتمنتس حقت الكليفت. وهذا الشيء بيتم عن طريق حاجتين، ووتر تايت اند اير واي اير تايت باريرز، لازم ما يكون في اي معبر للفلويدز او الاير. وقتها اذا الاير والفلويدز تماما معزولين وقتها نعرف انه نحن وصلنا للحل، يعني انحلت المشكله. فالتايبز اوف ريبير عندنا ايرلي ريبير وديليد ريبير. Early repair يكون at age of 6 months، لكن مشكلة ال 6 months انه لو انه هذا لسه الفيس بيكون بيتكون، فاذا سوينا surgical repair حيصير في عندنا scarring، فاذا صار في scarring ما حيصير في نمو في المنطقة، فحيصير عندنا mid facial growth abnormalities. فعشان كده نروح لل delayed repair. لكن ال delayed repair برضو فيه مشكلة. اول شيء delayed repair هذا قلنا at the age of 6 months، delayed repair at the age of 18 to 24، يعني من سنة ونص لسنتين. Least chance of mid facial growth abnormality، فحلينا المشكلة حقت السكارينج اللي موجودة هنا. لكن في مشكلة تانية انه الكليفت باليت associated problems زي الفيدينج والسبيتش والايرواي وابستراكشن، هذه كلها حتكون present. فالحل المثالي هو انه نمشي على 2 stages early repair و delayed repair. فالearly repair يكون repair of soft palate and pharynx at the age of 6 months عشان النورمال سبيتش، وبعدين المشاكل الثانيه نحاول نحلها at the age of 18 months to 24 months to avoid the mid face growth abnormality زي ما قلنا عشان ما نتسبب بسكارينج وزي كده. فالسيرجيكال برينسيبلز عندنا ثلاثه اشياء رئيسيه، يا حتكون فيلوبلاستي، يا حتكون فارينجيوبلاستي، يا حتكون بالاتوبلاستي. فيلوبلاستي باختصار شديد سيرجيكال ريكونستراكشن اوف سوفت باليت، بيحلوا الكليفت اللي تكون موجوده في السوفت باليت. الفارينجيوبلاستي بتكون في الفارينكس في الفارينجيال وول، واخر شيء البالاتوبلاستي بتكون في الهارت باليت. في عندنا ماني سيرجيكال تكنيكس، شايفين هنا في 8 اوف ذم، لكن لازم نعرف انه نو سينجل تكنيك از يوزد يونيفرسالي، كل سيرجن عنده تكنيك اللي هو شاطر فيه. فنشوف مثلا هنا هذه بعض التكنيكس، هذا البالاتوبلاستي،
مثلا عندنا هنا الهارد باليت يكون في عندنا الكليفت، فلازم نقربهم من بعض. لكن طبعا لانه هارد باليت ما نقدر يعني نشدهم على بعض، فاللي بيصير انهم بيفتحوا هنا فتحة، بيفتحوا هنا فتحة تاني، بحيث انه يصير عملية التقريب جدا سهلة. فبيسوي زي كده، وبعدين بعد ما تنحل المشكلة هذه، بيحاولوا يحلوا المشكلة هذه اللي هي الفتحتين اللي سووهم. هذا البلاتو بلاستي. في الفيلو بلاستي اللي هو في السوفت باليت، اهم شيء انهم يرجعوا الفانكشنز حقت المسلز مظبوط، لانه المسلز هي اللي بتكون اساس المشاكل حقت السوفت باليت. واخر شيء الفرنجيو بلاستي، سيرجيكال ناروينج اوف، زي ما انتم شايفين هنا الفارنكس، ممكن يكون عندنا وايد انكومبتنت فارنكس، فلازم يعني يقربوه من بعض. بلاستيك اوبريشن، عملية جراحية تجميلية. فهذه الفرنجيو بلاستي باختصار. في احيانا نسوي فيلو فرنجيو بلاستي، اللي هو يكون فيلو بلاستي مع فرنجيو بلاستي مع بعض، يعني يكون علاج جراحي للفارنكس اند سوفت باليت في نفس الوقت. في عندنا اخر شيء، ما ادري اذا هو اخر شيء ولا لا، اوكي بيفور اخر شيء، في عندنا الكليفت الفيلس. اللي يصير عندهم كليفت الفيلس، زي ما قلنا الالفيلس هو الالفيلر ريدج اللي بيكون حامل الاسنان كلها، ممكن يكون فيلو كليفت. فاذا فيلو كليفت، كيف يحلوا المشكله هذه؟ عن طريق الفيلر بون جرافت. بياخذوا بون جرافت من اي مكان في الجسم، بيحطوه مكان الديفكت، بحيث انه يرجع الالفيلر ريدج بشكل طبيعي. وعندنا الاخر شيء الميد فيشل ريتنشن، اللي هو الناس اللي بتصير عندهم الميد فيس بروبلمز، سواء من الايرلي تريتمنت ولا زي كده، بيصير عندهم حاجه اسمها شالو ماكزيلا. شالو ماكزيلا كيف بيصلحوها؟ باي ماكزيلري اوستيوتومي اراوند ذا ايج اوف 18 ييرز اولد. فكيف هذا اللي بيصير؟ زي كده بتكون الماكزيلا حقتهم راجعه لورا ريسست، فيقدموها لقدام شويه. حتى لو نشوف ماكزيلري اوستيوتومي ايمجز، زي كده باختصار شديد، ان المجزله بتكون راجعه على ورا، فبيقدموها قدام، سواء انهم يحطوا جرافت هنا او في ماني ويز يعني تو دو ات. و تيك هوم مسجز، اخر شيء في هذه من الدكتور رسائل، بيقول انه الكليفت بالات از ا كومن كونجينيتال انومالي، عباره عن عيب خلقي منتشر جدا، هو اكثر عيب خلقي منتشر في منطقه الرأس والعنق. should be treated by multidisciplinary team، ما ينفع انه سيرجري وبس، لازم multidisciplinary team. واخر شيء the otolaryngologist is a key member of the cleft palate team، اللي هو الانف والحنجرة، الدكتور الانف والحنجرة هو يعني key member، ضروري جدا يكون موجود في التيم حق علاج الكليفت بالات. وهذه المحاضرة باختصار، إن شاء الله ما نكون طولنا، و see you إن شاء الله in the next time.